رصدت كاميرا الغد حجم الدمار الذي لحق بمدرسة في شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، حيث يقيم فيها عدد من النازحين. هذا هو حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قام بالدخول إلى هذه المدرسة وقام باستهداف المدنيين وهم متواجدون داخل المدرسة وباعتقال عدد كبير من الشباب وبالتعامل بالوحشية التامة مع المتواجدون داخل هذه المدرسة وهم المدنيين العزل الذين كانوا يؤون أنفسهم داخل هذه المدرسة. كما تشاهدون هذا هو حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدون هذه أحد القذائف التي كانت موجودة هنا. حتى بعد استهداف المدرسة عاد عدد من النازحين لعدم توفير أي أماكن تأويهم. كما تشاهدون هذه الأماكن التي كان يتواجد فيها النازحون. هنا استشهد عدد كبير جدا من المدنيين لاعتداء الاحتلال عليهم باستهدافهم بالقذائف المباشرة وبالصواريخ التي ألقيت عليهم بشكل مباشر، حيث أن الاحتلال بشهادة أحد الموجودين تعامل مع المدنيين بوحشية تامة. عبد الكريم الزويدي، تلفزيون الغد، شمال قطاع.